اليوم في محكمة لشذا، نأمل من الله سبحانه وتعالى الفرج. يعلم الله ما هي المشاعر اللي في قلبي، أعرف المحكمة وقاعة المحكمة تماما، فقد جلست فيها مرات كثيرة حين كنت معتقلة، وكان الأمر أهون بكثير علي من أن أرى الآن شذا مقيدة اليدين والرجلين وفي قفص الاتهام. هذه البريئة اللطيفة لا أدري ما هي التهمة. ما هي إحنا نازلين على المحكمة، أنت سمعتيني؟ بدي أفوت الآن على المحكمة، بدي أتصل على المحامي وبنشوف وين تبيجي وقتها. يعني هناك شعور كبير بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذلنا ولن يتخلى عنها، وإن شاء الله يأذن لها بالفرج.